حسن طالب بإحدى مدارس الشارقة، اعتاد الذهاب إلى مدرسته ومعه ما يلزم يومه من أدوات وكتب ونحوه، ولكن غفل عما يحتاجه جسده وذهنه من وجبة صباحية تعينه على قضاء يومه المدرسي بحيوية ونشاط. طبعا أقول لك الصدق، هو بس حليب يشرب، لأنه ما يقعد الصبح ما يشتهي، أتوسل فيه ما يشتهي. في الأخ نفس الشيء، بيجي بياخذ سندويشته معاه، نفس الوضع. لما ما ياكلش في البيت ولا يكون زعلان ياكلها في الطريق واحنا جايين. يعني هلا الفطور بشكل كامل مكثف، هذا بسبب خمول 100%، واذا ما فطروا بالبيت ما بيطلعوا المدرسه. تناول وجبه الافطار تظهر اثرها واضحه على نشاط حسن الذهني والبدني من خلال تفاعله مع المعلم والزملاء خلال اليوم المدرسي. الطلاب اللي بيشردوا بالصف، ومنهم حسن حبيبي، يمكن اذا ما مثل ما لاحظتوا بالصف بتحس عندهم بعض الشرود او بعض الخمول، يمكن بيعود اسبابه لعدم الفطور الصبح او لمسائل شخصيه ثانيه ممكن كمان تاثر بالطالب. فلذلك نحن بنحاول دائما انه نضل على صله مع الطالب، نضل على تواصل مع الطالب. علاقه وثيقه إذن بين وجبه الافطار ومستوى التحصيل الدراسي، تضمن للاطفال زياده في الانتباه اثناء الحصص اليوميه وفعالية في المشاركة بالأنشطة المدرسية